اللي تتمناه لنادي الزمالك في الموسم الجديد؟ والله اتمنى يعني ان استقرار يبقى بكتير ونستمر يعني، وابقى في ظهر اللعيبه دايما الجمهور، وان شاء الله ان شاء الله بتمنى بطوله افريقيا ان شاء الله باذن الله. لا والسنه الجايه اخش افريقيا باذن الله، وانا عندي ثقه في اللعيبه باذن الله وفي القائد شيكابالا باذن ربنا في السنه الجديده باذن الله. اتمنى ان هو مثلا يفك الخيط بحيث نجيب صفقات ونعوض وندعم الفريق بحيث ايه يبقى نفسيا معلويه عاليه، بحيث يعني مثلا الصفقات اللي جايه ان شاء الله تبقى احسن. اتمنى الشكل يتغير خالص في 2024، وده طبعا هيبدا باول حاجه فك القيد عشان نقدر نجيب صفقات كويسه، تقدر اللعيبه تكون كويسه، تقدر تشيل الفرقه وتقدر تاخد بطولات. بالاختلاف على السنه اللي فاتت او السنه 2023 ما كانش فيه لعيبه بقالنا سنه، فبالتالي الشكل كان وحش، بطولات بتضيع واحده ورا واحده، كان مشاكل محاصره مجلس الاداره كتير. فربنا يسهل ان شاء الله في 2024 تتحل كل المشاكل دي، وباذن الله نبدا ناخد بطولات تاني في السنه الجديده ان شاء الله. عايز زيزو وشيكابالا يعملوا مجهود اكتر، وعايزين وفريق الزمالك عايزينه يفرح الجماهير، وعايزينه يعمل اداء احلى من كده بكتير، وياخد بطولات كتير ان شاء الله في السنه دي. ايه اللي تتمناه للنادي الاهلي في السنه الجديده 2024؟ ان شاء الله ناخد افريقيا السنه الجديده، وناخد الدوري، وناخد السوبر زي كل سنه، وناخد كل البطولات اللي احنا داخلين فيها ان شاء الله. يعني يكمل على نفس المنوال ان احنا بنخش كل البطولات، بننافس على كل البطولات. نفسي يبقى عندنا مهاجم راس حربه صياد يعني زي ما بيقولوا، لان عندنا مشكله احنا بنجيب فرص كتير بس ما بنحققش الاهداف اللي احنا عايزينها. نلعب حلو بس ما بنخلصش في ماتشات كتير، فده نفسي يعني. النادي الاهلي طبعا النادي الاول بالنسبه لي، والنادي اللي انا بحبه يعني، واتمنى ان شاء الله السنه الجايه تكون 2024 تكون سنه كويسه، ويكون الاهلي يعني ان شاء الله بامر الله يكون عامل فيها بطولات، يجمع كل البطولات طبعا. اتمنى انا بما ان انا اهلاوي، واتمنى يكون في راس حربه محترم. بتمنى ان الاهلي يحصل على كل البطولات ويوصل، ونفسي اللي جاي ان هو ياخد بطوله كاس عالم للانديه. يعني ان شاء الله باذن الله الاهلي يعني يحقق بطولات ما حققهاش في السنه الجديده، وان شاء الله يعني ايه يفرح الجماهير، لان احنا دايما بنسند الاهلي وبندعم الاهلي، لان الاهلي اصلا يعني في قلبنا، يعني الاهلي في قلبنا وبنحبه جدا يعني. وبعدين بصراحه يعني عايز يعني اشكر المدير الفني، لان بذل مجهود جامد جدا الفتره اللي فاتت هو واللعيبه والجهاز الفني، واتمنى منهم المزيد كمان في السنه الجديده ان شاء الله. وهم بصراحه يعني شرفوا مصر بجد، يعني ان احنا ناخد كل البطولات اللي جايه، دوري، كاس، سوبر افريقيا، سوبر افريقيا، وربنا يكرم في كاس عالم الانديه الجديد بالنظام الجديد ده. هيبقى صعب بس ربنا يكرم.